اهلا بيكم في كورس الماشين انتليجنس سوري ماشين ليرنينج. تمام. للتذكره اسمي يحيى زكريا، دمت الايميلين بتوعي. تمام. بس عاده برد اكتر على الايميل اللي فوق. معانا ان شاء الله الباشمهندس محمد شوقي. تمام. الكورس توبكس ان شاء الله هي كالاتي. اولا احنا بنتكلم عن الماشين ليرنينج، فاحنا كنا كده جبنا سيرتها في الكورس بتاع الماشين انتليجنس. قلنا ان احنا عندنا ايه، عندنا الايجنت هدفه ان هو يحسن نفسه، عنده عيوب مش موجود دي مش بيخليه يعرف يجيب اوبتيمال بيرفورمانس في التاسك انفايرمنت بتاعته، فالمفروض ان هو بيحاول ايه يحسنها. طيب احنا الكورس اللي فات اكشولي اتكلمنا سريعا عن واحده شويه من الالجوريزمز بتاع الماشين ليرنينج، حد فاكرهم؟ بالظبط الريفورسمنت ليرنينج. حلو بالظبط. بس الريفورسمنت ليرنينج هو توبيك واحد من يعني من ثلاثه توبكس مشهورين جوه الماشين ليرنينج، بغض النظر ان في توبكس ثانيه اكتر، بس يعني اقصد ايه في ثلاثه افرع مشهورين جدا واساسيين في الماشين ليرنينج، حد عارفهم؟ بالظبط سوبرفايزد وان سوبرفايزد والريفورسمنت ليرنينج. الريفورسمنت ليرنينج لاحظ ان هو مش محتاج نديله داتا، احنا بنديله الانفايرمنت بنسيبه يتصرف ويتعلم. تمام. الكورس بقى هنا بالنسبه لنا هنمشي الاتجاه التالي ان احنا بنديله الداتا، فعشان كده حتى الكتاب هنشوف اسمه اللي احنا هنبقى بنشتغل بيه بشكل اساسي اسمه ليرنينج فروم داتا. فاحنا عندنا هنا الالجوريزم بتاعتنا ان احنا نعرف ازاي نديله داتا وان هو يبتدي بعد كده يتعلم من الداتا ديت حاجه مفيده. تمام. فالالجوريزمز هنعدي عليها. اولا هنتكلم من سريعا النهارده ان شاء الله عن البرسبترون، ده الجوريزم سهل جدا. بعد كده بقى ابتداء من الاسبوع الجاي هندخل في الليرنينج ثيوري، هنمشي ورا ايه النظريه بتاعه الليرنينج من اساسه. تمام. ليه الليرنينج بيشتغل من اساسه. تمام. بعد كده هنتكلم عن البايس فاريانس تريد اوف. بعد كده هنبتدي بقى نتكلم عن ماشين ليرنينج الجوريزمز ثانيه اللي هو لينير لوجيستيك ريجريشن. بعد كده هنتكلم عن شويه مشاكل بنواجهها منهم الاوفر فيتنج وازاي بعد كده نعمل فاليديشن. بعد كده هنتكلم على واحده من اشهر الالجوريزمز في الماشين ليرنينج بشكل عام اللي هو سبورت فيكتور ماشينز. بعد كده هنتكلم ازاي نحسن الالجوريزمز بان احنا لو عندنا كذا موديل نستخدمهم مع بعض باستخدام الانسمبل ليرنينج. بعد كده هنتكلم بقى على حاجات زي الامبيريكال ريسك مينيمايزيشن، هنتكلم ازاي احنا نيفالويت الموديل. بعد كده هنتكلم بقى كمان عن بارامتر استيميشن زي الماكسيمم لايكلي هود والماكسيمم بستريوري استيميشن وهكذا. التكست بوك زي ما قلنا هو كتاب ليرنينج فروم داتا من تاليف دكتور ياسر ابو مصطفى. تمام. ومن الجدير بالذكر المحاضرات بتاعته، مش فاكر هو كان جامعه ايه بالظبط، بس هو كان المحاضرات بتاعته في الجامعه اللي هو كان بيدرس فيها في امريكا موجوده. تمام. هي برده كويسه. وعندنا في ريفرنسز تمام اللي هم ذا اليمنتس اوف ستاتستيكال ليرنينج وماشين ليرنينج، ديت برضو ايه في شويه معلومات هناخدهم منهم في المحاضرات اللي قدام. تمام. بالنسبه للجريد ديستريبيوشن، تمام، من الجدير بالذكر بما ان جبت سيره الفيديوهات، الفيديوهات مش هتكفر كل حاجه احنا بناخدها والعكس، يعني احنا برضو مش من ايه مش بنكفر كل حاجه هناك. تمام. لو حد عايز يشوفها يعني كحاجه كومبلمنتري ايه مفيش مشكله كويسه. برضو عندنا الفاينل اكزام هيبقى 60 بوينت، الميد تيرم 20. نعم. سوري يبقى انا ماشي، هي صح هي 90 والباقي هو اللي ب 40، فديت 90 هظبطها ان شاء الله. طيب وعندنا بالنسبه للكلاس وورك في اساينمنتس، تمام، ميكس ما بين بروجرامنج اساينمنتس على اساينمنتس بالايد بالاضافه الى بروجكت. تمام. اساينمنتس بالايد على اساينمنتس بروجرامنج. تمام. وعندنا بروجكت. طيب طبعا زي ما احنا عارفين مفيش بلاجيريزم، اي اثبات ان في بلاجيريزم يبقى زيرو. تمام. ومفيش ليت ديليفريز، يعني لو حاجه اتسلمت احنا لينا الحق ان احنا نقول ايه لا مش هنقبلها. تمام. السلايدز بشكل اساسي دكتور دينا هي اللي عملاها. تمام. وفي اغلب الاحوال انا مش هغير حاجه قوي فيها. طبعا الكلاس بوليسي بتاعتنا محدش يتكلم. تمام. لانك انت لو بتعمل دوشه بتضايق زمايلك اللي عايزين يسمعوا. وده الكلاس روم كود. تمام. وهبقى ابعت لكم السلايدات. تمام.
لو حد عايز يصوره ممكن يصوره برضو. اوكي تعالوا بقى نبتدي في اول محاضرة. اوكي تعالوا نتكلم ايه التعريف بتاع الماشين ليرنينج. تمام، فالماشين ليرنينج ده كان التعريف بتاع ارثر سامويل، is a field of study that gives the computer the ability to learn without being explicitly programmed. تمام، يعني مثلا انت ممكن تجيب الكمبيوتر وتبرمجه، مثلا هدخل لك رقمين هتجمعهم لي، تمام، يعني ايه هتبقى انت موضح بالظبط انت عايزه يعمل ايه، لكن لو انت سبته ان هو يتعلم من نفسه، تمام، مش انت اللي محدد بالظبط هو المفروض هيعمل ايه كستبس بالظبط في كل مره، تمام، فكده يبقى عندك ماشين ليرنينج. مثلا فور اكزامبل تخيل مثلا بدل ما احنا مثلا مع كاتبين جوه ان هو يجمع، لا احنا مثلا بنديله رقمين وهو يجيب لنا نتيجه واحنا نقول له النتيجه دي غلط ولا صح، وهو المفروض انه مع مرور الوقت ايه يظبط نفسه بحيث ان هو دايما يجيب لنا اجابات صح. تمام، فيبقى كده ايه ده ماشين ليرنينج، لانه كده هو بقى بيغير من نفسه عشان يحسن البرفورمانس. تمام، ما هوش ماشي ورا الحاجه اللي احنا كاتبينها له دايما ان هو هيفضل بيعملها، يعني الاوتبوت بتاعه حاجه ممكن يغيرها بناء على الحاجات اللي هو شافها في الانفايرمنت الداتا هكذا. تمام، طيب في التعريف بتاع توم ميتشل بيقول لك a computer program is set to learn from experience E with respect to some class of task T and the performance measure B if its performance at task in T as measured by B improves with experience E. تمام، فاكشولي دوت تعريف الى حد ما ايه متفق شويه مع اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في الكورس بتاع الماشين انتليجنس قبل كده. احنا عندنا ايجنت، والايجنت دوت بيتصرف في تاسك انفايرمنت بس البرفورمانس بتاعه مش احسن حاجه، فان هو يبتدي يظبط نفسه علشان يحسن الايه برفورمانس بتاعه. وبيظبط نفسه ازاي؟ بان هو بيشوف الاكسبيرينس وبيحاول يتعلم منها. تمام، فده التعريف بتاع توم ميتشل. فاحنا قلنا ان احنا في عندنا كذا ليرنينج بارادايم، في سوبرفايز ليرنينج احنا بنديله هنا الايه السؤال والاجابه لكذا سؤال، ومفروض بعد كده ان هو لما يشوف سؤال عمره ما شافه قبل كده يجاوب ايه هوبفولي يجاوب صح. تمام، فدوت السوبرفايز ليرنينج. طب الانسوبرفايزد بقى يفرق ايه بالظبط؟ بنديله السؤال بس ما بنديلوش الاجابه، او باختصار بنديله اللي بنسميها unlabeled data. فوق كان الاكس هو الداتا بوينت او الاكزامبل، والواي هو الليبل بتاعها، تحت الاكس هي عباره عن اكزامبل بس مالوش الليبل. طب ايه الفايده ان احنا نعمل كده؟ بس اقصد هنستفيد ايه؟ يعني اقصد مثلا في اكزامبل لو انت مثلا بتدي له صور وبتقول له كلاسيفاي، حلو هيكلاسيفاي الحاجات، مثلا هتدي له دي صوره فيها برتقاله يقول لك برتقاله، صوره فيها قطه يقول لك قطه هكذا، لكن لو انت بتدي له صور وانت مش معرف له هي ايه ديت هيستفيد ايه؟ هيعرف يجيب لك ايه في الاخر؟ يجمع الحاجات المتشابهه مع بعض. حلو، ممكن يجمع الحاجات المتشابهه مع بعض. يعني الباترن الموجوده في الداتا يقسم على اساسها الداتا، يعني ممكن انا مش عارف مثلا انا بدي له الاجابه بتاعتها. حلو، فممكن ان هو يقسم زي ما هو ما كان زميلك بيقول لك بيتجور الحاجات القريبه من بعض، فهو انت بتكلاسيفاي برضه ما بين او بتكلاسترهم مع بعض بالباترنز بتاعتهم. تمام، حلو، في برضه استخدامات ثانيه ليها، في مثلا كومبريشن. تمام، انك انت بتحاول تطلع ايه الصفات المهمه، الصفات اللي بتفرق الحاجات عن بعضها. تمام، وايه الصفات اللي مش مهمه اللي ممكن نطنشها. تمام، فالى حد ما كومبريشن لو انت مش لو انت بتسيبه ان هو يعرف ازاي كومبريس الداتا من الداتا نفسها فهو يعتبر ماشين ليرنينج بشكل عام. تمام، في بيبر مش عارف حد سمع عنها ولا لا، عارفين جي زيب بتاع الكومبريشن؟ تمام، ده زي زيب كده، هو الجوريزم يعني عشان ايه يكمبرسوا الداتا مع بعض. تمام، استخدموا الجي زيب علشان يعملوا كلاسيفيكيشن للتكست. تمام، مفيش اي يعني مفيش ماشين ليرنينج في النص، اقصد يعني اقصد مفيش ايه
مفيش مثلا نورال نتورك او الجوريزمز اللي احنا متعودين عليه في الماشين ليرنينج، لا هو حرفيا استخدموا جي زيب مع نيرس نيبر وعرفوا يجيبوا اكيرسي كويسه عن طريق ان هو كانوا بيعملوا ايه، بيشوفوا لو انا مثلا عايز عارفين نيرس نيبر الجوريزم سمعتوا عنه قبل كده؟ الفكره بتاعته ايه؟ ان احنا بنمسك البوينت الجديده ونشوف ايه اقرب بوينت موجوده، او لو كان كي نيرس نيبر بنشوف اقرب كي نيرس نيبر ونشوف هم الليبل بتاعهم ايه وناخد الفوتنج بتاعهم ايه الاغلبيه. تمام، بس الديستنس بقى بيحسبها ازاي؟ في البيبر ديت قال لك هنحسب الديستنس بان احنا نشوف لو عملنا كونكاتريشن التكست، التكست هيصغر قد ايه. تمام، لو صغر كتير يبقى التو تكست قريبين من بعض، معناها ان في باترنز متكرره فعرف يكمبرسهم اكتر. لكن لو التو تكست بعد ما عملهم كونكاتريشن وكومبريشن مع بعض لسه كبار، يبقى معناها ان المسافه ايه اكبر ما بينهم، معناها ان هم مختلفين اكتر عن بعض. تمام، وجاب نتيجه كويسه. فاحنا ممكن نفكر فيها ان الكومبريشن الى حد ما هي شكل من اشكال يعني، او الكومبريشن بطريقه ما اللي هو لو احنا بنشوف الداتا وبنحاول ان احنا نطلع منها باترنز عشان نقلل حجم الداتا، هو تعتبر جزء من الماشين ليرنينج. والعكس، في حاجات في الماشين ليرنينج هي تعتبر كومبريشن. تمام، حد هنا سمع عن حاجه اسمها اوتو انكودر قبل كده؟ حاجه حد سمع قبل كده عن حاجه اسمها اوتو انكودر؟ اه لا، مش الفاريشنال قوي قد ما هو الاوتو انكودر نفسه الاساسي. تمام، اللي هو بيحاول ياخد داتا مثلا فور اكزامبل، مثلا لو عندنا صوره فيها مثلا 100 بكسل، تمام، وليتس سي ان هي جري سكيل، فعندنا 100 رقم، يحاول ان هو مش كوانتايزيشن قد ما هي بيحاول ان هو يعمل لهم كومبريشن في عدد ارقام اقل. تمام، مش عارف انتوا خدتوا قبل كده الايجن فيكتورز والايجن فاليوز، حلو، واخدتوا البي سي اي، حلو. فالبي سي اي يعتبر نوع من انواع الكومبريشن ويعتبر نوع من انواع الايه الان سوبرفايزد ماشين ليرنينج. تمام، عندنا داتا وبنحاول ان احنا نطلع ايه مجموعه فيتشرز بتكمبرس الانفورميشن ديت. تمام، الاوتو انكودر بيتعلم من unlabeled داتا ان هو يجيب representations more compressed عن الداتا نفسها. تمام، فهو يعتبر برضو ايه unsupervised learning algorithm. تمام، اوكي، طيب. وفي عندنا reinforcement learning، طبعا شبعنا reinforcement learning الترم اللي فات بغض النظر الناس كانوا عاكين في الامتحان في الجزء دوت، بس يعني مش دي النقطة. anyway، فادي اكزامبل مثلا للسوبرفايزد ليرنينج. قال لك ليتس سي ان احنا عندنا كوينز، والكوينز ليها سايز وماس وزن، فكل كوين على حسب نوعها هيبقى مثلا ايه ليها سايز وماس مختلف. فلو احنا مثلا رسمناهم، اطلع قدام، فاحنا مثلا لو رسمناهم كده مع بعض هنلاحظ مثلا ان الكوينز اللي ثمنهم 25 مثلا بيبقوا عاده ليهم حجم اكبر شويه وماس اكبر، بينما الكوينز اللي هم التين بيبقوا ايه اصغر عاده مثلا. تمام، طبعا ممكن يكون في اختلافات نتيجه مثلا اختلاف شويه في الصناعه، حصل لهم ويرنج، هكذا ايا يكن يعني. تمام، وهدف بقى ان احنا ايه كماشين ليرنينج ان دلوقتي لو احنا هنديله السايز والماس يحاول يبريدكت هي قيمتها قد ايه. تمام، طيب، لكن لو احنا بنتكلم عن unsupervised فاحنا ما نعرفش بقى كل كوين ايه بالظبط، بس هو ممكن يبص ويبتدي يلاحظ ايه، تبتدي تلاحظ ان هم ممكن يجمعهم مع بعض. مثلا على ما يبدو ان هنا دومت ليهم صفات متقاربه، فممكن يحاول يعمل لهم كلاسترنج مع بعضيهم، دومت مثلا ليهم صفات متقاربه، ممكن يبتدي بعد كده ان هو يحاول ايه كمان يكمبرس، بدل ما يقول مثلا انا مش محتاج قوي الاثنين، هبتدي الاحظ ان ايه ان في كورليشن ما بينهم، فانا ممكن احاول اعبر عنهم ببارامتر واحد مثلا. تمام، فيقول مثلا ان ده الدايمنشن اللي عليه ماكسيمم فاريشن وده دايمنشن ما عليهوش فاريشن قوي، فانا ممكن ايه اكمبرس الدنيا واركز بس على الدايمنشن دوت. تمام، فدي مثلا اكزامبلز لحاجات ممكن نعملها بالداتا بتاعتنا وتبقى ان سوبرفايزد. طبعا الكومبريشن الداتا دي نفسها، يعني ممكن مثلا فور اكزامبل انت ملاحظ هنا في عندنا تو دايمنشنز، ممكن حد يلاحظ يقول ما اصل انا لو انا عارف السايز انا ممكن ابريدكت الماس الى حد ما، حد ملاحظ ان ايه في شويه كورليشن ما بينهم. تمام، اه في نويز، بس اقصد انه ايه يعني انا ممكن اتخلى عن دايمنشن فيهم. تمام، او ممكن حد يقول انا هعمل دايمنشن جديد ماشي كده مثلا، تمام، وهاخد القيم على الدايمنشن دوت واطنش بقى الايه الدايمنشن البرنديكولر ليه. ده الفكره بتاعه الايه البي سي اي مثلا. تمام، فدي حاجات ممكن تتعمل بالداتا
وتبقى ايه انسوبرفايز، مفيش عندنا ليبل نقدر نستفيد من الداتا اللي عندنا اللي هي مش ليبلد. وفي طبعا reinforcement learning يجرب ويشوف، كسب يبقى حلو، خسر يبقى وحش، ويبتدي يحسن من نفسه مع مرور الوقت. تمام؟ طيب فتعالى نتكلم عن general supervised learning problem. البروبلم كالاتي، احنا عندنا داتا ليبلد، فعندنا ادي الانبوت او الاكزامبلز يعني، وادي الاوتبوت. احنا دلوقتي عندنا المشكله ايه؟ المشكله ان احنا في عندنا فانكشن حقيقيه. تمام؟ يعني مثلا فور اكزامبل لو احنا مثلا بنقول بن كلاسيفاي الصور، دي برتقان، دي تفاحه، ده قطه، ده كلب، هكذا. تمام؟ بالتاكيد في اجابه حقيقيه وفي فانكشن حقيقيه موجوده بتكلاسيفاي الكلام ده للكلام دوت. تمام؟ بس المشكله بتاعتنا ان احنا ما نعرفهاش. تمام؟ فالنقطه بقى من الاتي، ان احنا عندنا شويه اكزامبلز بتقول لنا ده الانبوت دوت، الاوتبوت دوت، الانبوت دوت، الاوتبوت دوت، ومفروض ان الاكزامبلز ديت ماشيه بناء على فانكشن الحقيقيه اللي احنا ما نعرفهاش. السؤال بقى المهم، هل نقدر نتعلم فانكشن تبقى از كلوز از بوسيبل للفانكشن اف، او يعني لو اوبتيمالي تبقى هي هي نفس الفانكشن اف بالظبط؟ فهنا دلوقتي عندنا السؤالين بقى، ازاي نتعلم جي من اساسه دوت هنسميه الليرنينج مودلز، و what can we say about how close G is to F؟ يعني معنى آخر، بعد ما تعلمنا G هل نقدر نحاول نستميت هي قريبة قد إيه من الترو ولا لأ؟ فدوت بقى learning theory. تمام؟ طيب ده example. نعم؟ بنستميت، هي دي النقطة. تمام؟ يعني مثلا for example حد أنا اتعامل مع machine learning قبل كده، يعني بشكل براكتيكال يعني بايده، عايز تعرف ان الالجوريزم بتاعك حلو او وحش قد ايه، بتعمل ايه؟ نعم؟ لا بس الكوست فانكشن ديت هتقيسها على مين؟ هتقيسها على الداتا اللي انت دربت عليها ولا على داتا ثانيه؟ ممكن على داتا ثانيه. انا لحد ما اعرف الليبلز ايه بالظبط، فهي اصلا ممكن شخصيا انا ما كنتش عارف ايه الفانكشن اللي بتلم كده. ايوه، ما انا مش عارف الفانكشن. تمام؟ وهي ده سبب ان انا اساسا بعمل الليرنينج من اساسه. تمام؟ بس انا ممكن احاول استيميت انا قد ايه قريب من الفانكشن ديت اللي انا مش عارفها. تمام؟ عن طريق ان انا اتستها على داتا غير اللي هي اتدربت عليها. تمام؟ هنشوف الكلام دوت بتفاصيل اكتر قدام ان شاء الله. تمام؟ بس يعني هيبقى عندنا ايه؟ هيبقى عندنا ثيوريتيكال باك جراوند لازاي ممكن نستيميت، وكمان هيبقى عندنا بقى الميثودولوجي هنتكلم عنها قدام. بنعمل استيميت يوزنج التست داتا بالظبط. تمام؟ يعني الكوست اللي بتطلع من التست داتا سيت بتبقى استيميشن، بتبقى ريل فاليو. لانك انت ما تعرفش. حلو؟ ان هي التست داتا ديت بتعبر عن فعلا الداتا كلها، مثلا في اكزامبل عندك داتا قليله. تمام؟ ممكن تكون مش معبره، يبقى في كفايه. تمام؟ فدي هنشوف بقى قدام لما ندخل في الثيوري بتاعتها. تعالوا نتكلم على اكزامبل كده اهوت. ده مثلا كان اكزامبل اللي هو كريدت كارد ابروفل. تمام؟ مثلا البنوك مثلا ساعات بيقرروا ان هم يدوا كريدت كارد للكاستمر ولا لا بناء على الهيستوري بتاعه. مثلا هو بيكسب فلوس قد ايه، عمره قد ايه، مثلا شغال في ايه مثلا. تمام؟ بقاله كام سنه في الشغلانه مثلا، عمل الهيستوري بتاعه مثلا، استخدم كريدت كارد قبل كده، كان بيرجع فلوس ولا لا، هكذا. تمام؟ وعايزين بعد كده يعرفوا ان هو جود ولا باد كاستمر علشان خاطر يعملوا ابروفال للكريدت كارد ولا لا. طيب فبيبقى عندهم شويه داتا، وهدفهم ان هو يحاولوا بعد كده لما يجي لهم شخص جديد يحاولوا يستيميتوا الكلام دوت. وانا جدير بالذكر بمناسبه الكريدت كارد ابروفال، واحده من مشاكل التاسك ديت ان البنوك ما بتبقاش عايزه تطلع الداتا للناس عشان يقعدوا يدربوا عليها. تمام؟ فعادة بيقوموا رايحين مخبيين الداتا، يعني بيجيبوا كده لينير كومباينيشن مستخبية عشان ما حدش يقدر يعرف يرجع الداتا ويعرف هو بالظبط كانت ايه، ويقولوا للناس اتعلموا على الداتا وهي مستخبية كده هيت. تمام؟ اند ات وركس، يعني بالنسبة ليها استخدامات ايه تطلع بيها بعد كده. طيب فبيقول لك احنا بقى هنعمله ايه عشان نتعلم؟ هنبيك هايبوثيسيس ست. يعني ايه هايبوثيسيس ست؟ تمام؟ ليتس سي مثلا فور اكزامبل خدتوا ماشين ليرنينج الجوريزم قبل كده في اي كورس؟ اخدتوا النورال نتوركس. فالنورال نتوركس هي الهايبوثيسيس ست بتاعتها ايه؟
انت بتصمم نورال نتورك بشكل محدد مش كده، بس في ويتس في النص مش كده. لو الويتس ديت انت عايز تتعلمها، فالسبيس بتاع كل البوسيبل ويتس الممكنه ده اللي بنسميه الهايبوس سيت بتاعتنا. تمام؟ فالهايبوس سيت هي السيت اوف اول بوسيبل فاليوز للويتس المختلفه، ده بالنسبه للنورال نتورك. طبعا كل ماشين ليرنينج الجوريزم هيبقى ليه هايبوس سيت مختلفه. تمام؟ فالنقطه بقى كالاتي، الليرنينج الجوريزم هدفه ان هو يمسك الهايبوس سيت ديت ويسلكت منها هايبوسس بحيث ان هي بناء على تريننج داتا تبقى اقرب ما يكون للايه للترو يعني، او هو الهدف بتاعنا هنجيب ايه حاجه قريبه للترو فانكشن في الاخر. تمام؟ التشويس بقى بتاع الهايبوس سيت والليرنينج الجوريزم عاده بيكونوا مرتبطين ببعض. زي مثلا انتوا خدتوا النورال نتوركس مثلا بنستخدم معاها جريدينت سنت مش كده، او عاده يعني بنستخدم معاها جريدينت سنت. في الجوريزمز ثانيه موجوده يعني، في حاجات ما بتستخدمش جريدينتس خالص بس يعني مش دي النقطه. بس هو بيقول لك يعني ان ايه، ان عاده بتكون مرتبطه ببعض. مثلا ما ينفعش مثلا ناخد النورال نتورك وندربها بالجوريزم مثلا بتاع البرسبترون مثلا، يعني مش هيشتغل. تمام؟ في الجوريزم هنشوفه بعد شويه بتاع البرسبترون هيبقى ايه بيشتغل مع برسبترونز، بس مثلا مع حاجات مور كومبلكس مش هلاقيه بيشتغل معاها. تمام؟ فهم الكريج بيكونوا مرتبطين ببعض. والهايبوس سيت والليرنج الجوريزم لما بنحطهم مع بعض كده همت بنسميهم بقى ايه الليرنج موديل بتاعنا. فادي الليرنج سيت اب بتاعنا، احنا عندنا انون تارجت فانكشن دي اللي نفسنا ايه نتعلمها، او على الاقل نتعلم حاجه قريبه جدا منها. عندنا مجموعه تريننج اكزامبلز وعندنا هايبوس سيت بندخله مع الليرنج الجوريزم وبيحاول يطلع لنا بقى الفاينل هايبوسس اللي هي المفروض تبقى ابروكسيميتلي بتساوي الايه التارجت فانكشن. تمام؟ فهنا بالنسبه لنا مثلا دوت الايديال كريدت ابروفال فانكشن مثلا. تمام؟ اللي هو بتقول مثلا ندي للشخص كريدت كارد ولا لا، وهنا الهيستوريكال ريكوردز بتاعته ديت الحاجات الاكزامبل اللي احنا شفناها سابقا مثلا متخزنه في الداتابيز بتاعه البنك. وهنا دي الهايبوس سيت ايه كل البوسيبل مثلا نورال نتوركس اللي ممكن ايه يستخدموها مثلا، او البوسيبل ويتس الممكنه للنورال نتورك بتاعتهم. يقوموا مدخلين دوت مع دوت على جريدينت ديسنت مثلا، يقوم يطلع لهم بقى النورال نتورك المفروض ان هي تبقى على قد ما يقدر قريبه من ايه من الترو تارجت فانكشن. تمام؟ إيه مفروض اللي هي لو انت تصرفت معاها الدنيا هتبقى ماشيه صح تماما، محدش يعرفها. ما هي موجوده ما تبقاها على طول. اي ما هو حد يعرفها. طب ما انا ازاي بيقارنوا بيها؟ ما هي دي النقطه دي هنشوفه قدام. تمام؟ بس احنا ما بنقارنش بيها بالظبط، زي ما قلنا احنا بنستيميت احنا قريبين قد ايه منها، لكن احنا ما نعرفهاش من اساسه عشان نعرف نجيب ايه ان هي فعلا قريبين منها ولا لا. تمام؟ ولو احنا كنا عارفينها ما كناش عملنا الليرننج من اساسه. انا مش عارفه، بس انا بقسيهم ان الليبلنج بتاع التريننج داتا معمول بالتارجت فانكشن، فانا بعتبر ان هو 100% رايت بالظبط، فبكمل عليه بالظبط. تمام؟ طبعا هو مش صح قوي لان بيبقى ساعات فيها نويز، بس يعني مش دي النقطه، انا بنتكلم عنه اكتر برضو قدام. تعال ناخد بقى اكزامبل اللي ده احنا ممكن نتعلم ازاي. فليت سي كالاتي، ليت سي ان احنا هنمسك البارامترز اللي عندنا او اللي هي الفيتشرز. تمام؟ وهنضرب كل واحد في ويت ونجمع، ولو المجموع دوت اعلى من ثريش هولد محدد هنقول له اه اتفضل خد الكريدت كارد. اقل من الثريش هولد دوت هنقول له لا احنا مش ضامنينك. تمام؟ فاكشلي الالجوريزم دوت هو كده يعتبر لينير ايه سيبريتور، هو مجموعه بارامترز بنضرب كل واحد في ايه في ويتس وبنشوف بعد كده في اللينير كوبريشن دوت اعلى من الثريش هولد ولا اقل من الثريش هولد. فاحنا بنشوف الايه في السبيس بتاعنا سيبريتور بيقسم ما بين جزئين. تمام؟ وطبعا ممكن نمسك الكلام دوت نعمل له تعديل سنم، ان احنا مثلا نكتب عندنا هوت الاتش اللي هي الفانكشن بتاعتنا اللي احنا بنتعلمها، هيبقى ايه بنبص على الساين بتاع الويت مضروب في الاكس مجموعه بعد كده ناقص الثريشولد، ونشوف لو الساين بوزيتيف او نيجاتيف وبناء عليها ان احنا هنقبل ولا مش هنقبل. تمام؟ وقال لك ممكن نعمل بقى كالاتي، الثريشولد دوت عاده بيسموه W نوت. تمام؟ فبيعتبروه واحده من الويتس لان ده برضه حاجه بنتعلمها. تمام؟ بعد كده بقى بدل ما هنا كان الصم من i equal 1 ل d هيبقى من 0 ل d باعتبار ان الاكس اوف 0 دوت بيساوي 1. الفورم دوت بس هيبص علينا شويه الشغل قدام يعني، فعشان كده ايه بنتكلم عنه. تمام؟ وطبعا دوت احنا ممكن نفكر فيه كالاتي، ان هو عباره عن ايه؟ نورال نتورك صغنطوطه. تمام؟ عباره عن لاير واحده بس ليها الويتس. تمام؟ وممكن نفكر فيها كان ديت مثلا سيجمويد، ولو احنا مثلا
اعلى من 0.5 هنقبل، اقل من 0.5 ايه مش هنقبل. بس هو هنا كان بياخدها بالساين، بياخدها لو بوزيتيف او نيجاتيف. تمام، هو النقله بس من الاخر من هنا لهنا. شايف الاي ديت كانت ايكوال 1 في الاول، هنا خلاها اي ايكوال 0، فهو دخل الدبل يونيت جوه السميشن باعتبار ان الاكس نود ديت بتساوي 1. تمام، فتقدر ضربت هنا في اكس نود ودخلتها بقى جوه السميشن. اوكي، طب نتعلم بقى الويتس دي ازاي؟ طبعا في طرق مختلفه، زي مثلا ممكن تستخدموا حاجه زي مثلا اللي خدتوها في النور نتوركس زي الجريدينت ديسنت. بس انا هنتكلم على الجوريزم بسيط اسمه البرسبترون الجوريزم، ده واحده من اقدم الايه الالجوريزمز الموجوده. تمام، وهو تقريبا كان موجود قبل كمان موضوع النور نتوركس، ده كان اول فكره عندهم، فكره ان احنا عايزين يعني نقلد الايه النورنز بتاعه المخ باعتبار ان في كذا سيجنال طالعين وسيجنال خارجه وهكذا. anyway تعالوا بس نمسك دوت ونقلبه الفيكتور فورم. ففكره ان هو بيضرب كل ويت في كل اكس هنا، لو احنا قلنا ان دوم التو فيكتورز فكده بنعمل ايه دوت برودكت، مش كده؟ بنضرب كل اليمنت من هنا مع الاليمنت من هنا وبعد كده نعمل لهم سميشن في الاخر. فقال لك يبقى ممكن نكتبهم على ان هو الويت كفيكتور ترانسبوز في اكس. تمام، يبقى كده كنا بنعمل كروس برود سوري دوت برودكت ما بين الدبليو والاكس ونجيب الساين بتاعهم. الالجوريثم بقى هياخد كالاتي، احنا عندنا الدنيا باينري كلاسيفيكيشن، بمعنى ان الاوتبوت هو قيمه من بين حاجه وحاجتين، بعد كده هنا بنسميهم 1 ونيجاتيف 1. تمام، وحاجه ثانيه بقى كمان الاسامبشن الثاني ان هو ان الداتا لينيرلي سيبرابل، بمعنى ان هو هيلاقي سيبريتور موجود، غير كده مش هيعرف يخلص. تمام، عشان كده الالجوريثم دوت يعتبر بسيط جدا لان هو ما بيعرفش يشتغل مع الداتا لو فيها نويز خلت الداتا ايه مش سيبرابل في الاخر. تمام، الالجوريثم بسيط جدا. ايه بقى الفكره؟ يقول لك انيشيلايز الدبليو في الاول ان هو بزيرو ويفضل يعمل لوب، هنبقى نشوف هنبريك منها امتى. وقال لك بقى كالاتي، هنخلي ام دوت اللي هو عدد التغيرات اللي حصلت وهنخليها الاول بصفر، وبعد كده نلف على كل الاكزامبلز ونشوف لو الدبليو مضروبه في الكروس الدوت برودكت بتاعنا اللي هو عباره عن سوري الواي، اقصد لما نيجي نضربها في الدوت برودكت بتاعنا اللي هو يو سوري دبليو في اكس. تمام، لو لقيناه اقل من صفر يبقى احنا كده عملنا ميس كلاسيفيكيشن. مثلا فور اكزامبل ليتس سي ان مثلا الواي بواحد بس الدوت برودكت دوت جه بنيجاتيف 1 او بنيجاتيف 10، يبقى مش معناها ان هو هنا كان بيقول لي ان هي نيجاتيف، الساين بتاعه هيبقى نيجاتيف، بينما هنا دوت بوزيتيف. تمام، يبقى هو كده معناها في ميس كلاسيفيكيشن، فيبقى كده معناها ان البرودكت بتاعهم هما الاثنين هيبقى نيجاتيف، او العكس لو دوت نيجاتيف ودوت هو اللي بوزيتيف يبقى برضه كده في ميس كلاسيفيكيشن. فهنا احنا بنشيك هل الاكزامبل اللي هو عباره عن اكس اي واي اي دوت ميس كلاسيفايد ولا لا. لو هو ميس كلاسيفايد هيقوم يجي هنا على الدبليو ويضربه في الواي في الاكس بس، وبعد كده هنا هيضيف واحد على العدد التشينجز اللي حصلت. بعد ما يخلص اللوب ديت هيجي تشيك، لو ما فيش تشينجز حصلت معناها ان هو عدى لوب كامله ولقى ما فيش ولا ميس كلاسيفيكيشن، يبقى الويتس بتاعتنا رقم واحد ما اتغيرتش في اللوب ديت، ورقم اثنين بكلاسيفاي كل حاجه صح، يبقى محتاجين نكمل؟ لا، هيقوم يعمل بريك. تمام؟ حلو. حد عنده سؤال في الالجوريزم دوت؟ لا ما تقلقش. تمام؟ يعني ليتس سي مثلا فور اكزامبل ان هي لو كل مثلا الاكزامبلز مثلا بوزيتيف، تمام؟ وهو قاعد يزيد مثلا نتيجه ان هو قاعد يجمعهم كلهم. تمام؟ المره اللي بعدها هتلاقي ان هو خلاص بقى بيكلاسيفايهم كلهم صح. تمام؟ ان هو مثلا عمل باوندري خلاص بقت متخليهم كلهم في الناحيه البوزيتيف. يبقى مش هيتعدل بقى المره اللي بعدها فخلاص كده هيوقف. تمام؟ لكن لو انت عندك عمال بقى بيعدل نفسه ويظبط هتلاقيه مثلا واحد بيزوده وواحد بينقصه وهكذا لغايه ما يظبط في النص عند ايه؟ عند الشكل بالظبط. تمام؟ هنشوف الاكزامبلز بشكل اوضح ان شاء الله في الايه؟ في الاساينمنت. هتلاحظ دايما ان هو بيقعد ايه عندك داتا هو بيقعد يظبط كده نفسه في النص لغايه ما يلاقي نفسه عند باوندري بتخليه ايه يقف. اه طب ثانيه واحده فكري فيها كالاتي. تمام، ليتس سي ان احنا عندنا كان الواي انا هسميها واي وخلاص عشان ما اقعدش اكتب كتير في دبليو تي زائد سوري مش زائد هنا مع
اكس كانت بالسالب تمام. فقمت جينا هنا عدلنا دوت وخلينا فيه ايه دبليو زائد واي اكس ترانسبوز تي تمام. تعالوا نفك ديت تمام. اوكي وتعالوا بقى كان فك ديت اكتر. حلو تعالوا سيبنا من الجزء دوت اللي هو كان موجود عندنا فوق جاهز تمام. الواي سكوير دايما بكام؟ بواحد تمام. ودوت هل ممكن يبقى نيجاتيف؟ بالظبط. هو دوت كانه هو ايه السكوير بتاع الماجنتيود بتاع اكس، فدايما دوت بوزيتيف مش كده؟ يبقى دوت دايما اكبر من ايه؟ اكبر من او بيساوي، عشان لو ديت يعني بصفر تمام. الواي لا سهلة، هي كده كده دايما عندنا في اللي هو بسبب البايز هيبقى في عندنا الاكس نود بواحد تمام. فدايما هي اكبر من. طيب واحنا عايزين ديت ما تبقاش بالنيجاتيف، واحنا كده عمالين كل ما بنابديت بنزود. نعم مش احنا عندنا الجزء دوت، الجزء دوت هو اللي اكبر من الصفر. يعني انا بقول ان الجزء دوت اكبر من الصفر. هي انا مش بوديه في حته، انا لو عندي حاجه وجمعت عليها رقم بوزيتيف مش هيبقى اكبر من الحاجه ديت قبل كده؟ بالظبط. فالمفروض ان انا كل ما ابقى ابديت فانا الجزء دوت عمال بي ايه بيزيد، فبعد شويه هيبقى ايه مش اقل من او بيساوي الصفر. حلو. نعم عشان الواي سكوير هي يا اما بلس 1 يا نيجاتيف 1، فهي دايما بواحد. فين الترانسبوز؟ اهي الواي رقم مش فيكتور، فمش فارقه معايا. مش انا مش فاهم بوينت. انا دلوقتي عندي خلاص انا عملت بروف ان انا ازيد من اولد فاليو، انا بزود اكس سكوير، انا كاني يعتبر بزود على الفيكتور اكس سكوير كل شويه. بالظبط تمام. انا استفدت ايه؟ مش انا مشكلتي كلها ان الرقم دوت اقل من او بيساوي الصفر، فانا عايز ازوده يبقى اكبر من الصفر، وانا هنا عمال بعمل ايه؟ بزوده. فانا ايفينشولي هيحصل ايه؟ هيوصل ان هو هيعدي دوت. ان هو انا الاوبتيمال عندي ان هو يساوي صفر. لا الاوبتيمال مش انه يساوي صفر، المهم ان هو يعدي وخلاص. المهم ان الساين بتاع الناحيتين يبقوا زي بعض، لكن بالظبط قد ايه ما يهمنيش تمام. يساوي صفر دول معناه ان هو عند الباوندري بالظبط، على عكس ان حاجه مش كويسه بالنسبه لنا تمام. انا عايز ان هو يقسمهم جزئين، يبقى في جزء عندي هنا كامل كده هو كله بوزيتيف، والجزء الثاني يبقى كله نيجاتيف بناء على الداتا فعلا عامله ازاي تمام. طب ليه ما قلتش انكريمنت كمان؟ يعني حتى لو هي قلت من هي اعلى من صفر مثلا وخلاص هيبقى ما هي انا لو المره اللي بعديها لقيته لسه اقل هانكريمنت تاني فعلا. تمام انا بتكلم هو دلوقتي عدى خلاص الزيرو بحاجه بسيطه، ليه ما قلتش انكريمنت برضه؟ كان عايز توصل الالجوريزم تاني، يعني تقصد انك انت تفضل تجرب على نفس الاكزامبل لغايه ما يشتغل؟ لا انا جربت دلوقتي وعرفت ان انا لما بزود اكس سكوير باوبتمايز، فانا هزود اكس سكوير اكس سكوير معاه. بتزود اكس سكوير لما يبقى نيجاتيف تمام؟ لكن الفكره كلها ان هو افرض ان هو اتس اوريدي كلاسيفايد صح، ليه تزود؟ لانك انت لما هتبقى بتزود على الفاضي هيبقى بتلخبطه في حته ثانيه. لما بزود مثلا تست اصلا صح فبظبطه. بالظبط، في حاجات ثانيه كانت هتبقى صح ممكن تبوظ تمام؟ فاحنا بنزود بالاحتياج يعني بتاعنا. لا في اثبات هنشوفه بعد شويه هيثبت لنا ان هو دايما هينكونفرج، الالجوريزم دوت دايما بيكونفرج طول ما الدات عندنا لينيرلي سيبربل تمام. هنشوف الاكزامبل الكلام دوت. هو كده يعني هو الاستوديو بتاعك بالمجنيتيود بتاع اكس سكوير
نعم الماجنيتيود بتاع الستيب بعد ما نضربه يعني اقصد الماجنيتيود بتاع الستيب بتاع الحته اللي فوق ديت اللي هي عاملين ان هي اقل من او بتساوي الصفر بس هو جوه كويتس كل واحد بيتغير بكميه مختلفه بناء على الاكس كلهم بيتحركوا في نفس الفيكتور بتاع الاكس في اتجاه الدايركشن بتاع اكس يا اما فيه او يا اما عكسه على حسب الواي ايوه ما انا عارف هو بنفس الستيب يعني اقصد ان هم مثلا فور اكزامبل ليتس سي ان الاكس دوت كان عباره عن 1 2 1 وهو كان مس كلاسيفايد المفروض ان هو كان يبقى بوزيتيف فنروح على الويتس ونزود عليها فاول ويت هيزيد ب1 ثاني ويت هيزيد ب2 ثالث ويت هيزيد ب1 تمام اوكي يعني بيزيد نفس الفاليو لا الاكس دوت عباره عن فيكتور سوري فكل واحده بالفيتشرز بتاعتها بتزيد بالفاليو بالظبط كل ويت بتزيد بقيمه الفيتشر تمام او بتقل على حسب الواي نفسها يعني الواي هي اللي بتحدد ان انا ماشي في اتجاه الاكس ولا ماشي في عكس اتجاه الاكس تمام طيب فهي دي الفكره بقى بتاعت الالجوريزم بيقول ايه بيقول لو احنا لقينا ان الساين بتاع ال WT في اكس كي مش بتساوي اكس كي فاحنا بنابديت ال W هتبقى عباره عن ايه W بلس واي كي في اكس كي تمام ونلاحظ هنا انه كالاتي لو احنا عندنا الواي بوزيتيف وكان في ميس كلاسيفيكيشن تمام اجفضناهم تاني لو احنا كان عندنا الواي بوزيتيف وكان في ميس كلاسيفيكيشن فاحنا دلوقتي الويتس بتاعتنا بتمشي في اتجاه الاكس لو عندنا الواي كان نيجاتيف وكان في ميكس كلاسيفيكيشن بنمشي العكس بنمشي في عكس اتجاه الاكس تمام اوكي الحالتين بزود اكس سكوير ازاي لا وزياده اكس سكوير دوت كان على اللي هو الدوت برودكت تمام انا مش بزود اكس سكوير على الدبليو بص على الدبليو اللي هي نزلت عليها اكس سكوير لا انا هنا لما كنت بثبت موضوع الاكس سكوير انا بزود على الدوت برودكت دوت اللي مضروب في الواي هو ده اللي بزود اكس واي دوت اكس في الالوينز بالظبط او هي حتى مش دوت لان هي الواي ديت مش فيكتور طيب فبيقول ايه the perceptron learning algorithm moves w in the right direction of connector classifying xt for a misclassified تمام هو بس بيثبت نفس الاثبات اللي احنا قلناه ان هو دايما ايه ان احنا عندنا مشكله ان دوت كان اقل بين الصفر فاحنا لما هنقعد هنضيف عليه الحته اللي احنا ضفناها ديت المفروض ان هو هيبقى اكبر من القيمه اللي كانت موجوده قبل كده بس تمام anyway تعالوا بقى نبروف الكونفرجنس بتاعه تعالوا كده نركز في ديت عشان البروف بتاعه دوت ايه محتاج مننا ايه تفويق سنه طيب احنا لو الداتا لينيرلي سيبرابل معناها ان في ويتس هنلاقيها موجوده بيت كلاسيفاي داتا كلها صح مش كده حلو فده معنى كلمه لينيرلي سيبرابل فتعالوا نسمي الويتس الصح ديت دبليو نجمه تمام دبليو ستار حلو قوي وانيشيالي تعالوا نأسيوم دايما ان الدبليو نود الدبليو اللي هي اول اتريشن يعني هتبقى دايما بصفر في الاول يعني هبتدي دايما انيشال فاليو بصفر تمام احنا عايزين نثبت ان هو بعد ا فاينايت نمبر اوف اتريشنز تي هيكونفرج طيب الاثبات بقى بيشتغل ازاي قال كالاتي مش احنا عندنا الدبليو تي دوت سوري الدبليو ستار ديت احنا قلنا ان هي ديت هنقول ان هي حاجه بتسبريت فعلا للداتا حلو يعني كل دومت مفيش واحد فيهم مس كلاسيفايد مش كده يبقى كل دومت هيبقوا كام هيبقوا بوزيتيف تمام فتعالوا نسمي ان اقل واحد في القيم ديت هنسميه رو دوت هيبقى دايما ايه هيبقى بوزيتيف حلو قوي تمام اوكي تعالوا بقى نمسك دوت عايزين نضرب ال W اللي هي احنا واقفين عندها في الايتريشن الحاليه في الترو او سوري مش ترو ليه ويتس بت ايه بتسيبريت الداتا فعلا تمام هنشوف ليه بنعمل الكلام دوت نيجي هنا هنقول له ان احنا ممكن نفكها
نفكها الويتس السابقة اللي قبل الايه؟ اللي قبل اخر تعديلة. اخر تعديلة كانت عبارة عن ايه؟ اخر تعديلة هي عبارة ان هي عبارة عن الويتس في الاتريشن اللي فاتت زائد الدبليو اللي احنا سوري اليو بشي الواي اللي هي كانت غلط في الاتريشن اللي فاتت والاكس بتاعتها ترانسبوز في الايه؟ الدبليو نجمة. تمام؟ تعالوا كده. مش احنا عندنا W في T هي عبارة عن W في T minus 1 زائد T minus 1 في X T minus 1. تمام؟ ده assuming ان اخذ اخر حاجة حصل لها mis classification، فده اللي احنا عدلنا به اخر iteration على الايه؟ على الويتس حصلت. تمام؟ حلو. لو احنا مسكنا دوت وضربناه عملنا له دوت برودكت مع ويتس بتسبريت الداتا فعلا، تمام؟ اللي احنا هنا مسمينها عندنا ايه؟ دبليو ستار. هيبقى اللي بيحصل عندنا ايه؟ ان دبليو في تي ترانسبوز في دبليو ستار هو عباره عن دبليو في تي ماينس 1 ترانسبوز في دبليو ستار زائد واي في تي ماينس 1 في اكس ترانسبوز في تي ماينس 1 في W ستار. مش انا هنا عملت ترانسبوز لديت عشان بعمل لهم دوت برودكت سوري دوت برودكت سوري. تمام؟ لا مش بعمل لهم نفس الدايمنشنز، انا بعمل لهم دوت برودكت عشان اجيب رقم. هنفهم الايه سبب، بس اقصد ان هو مش باينه هنا بس هنفهم قدام. تمام؟ لا لا دوت عند تي احنا ما نعرفش احنا وصلنا ولا لا. تمام؟ ومش شرط ان احنا لو وصلنا ان هو هتبقى كده، ممكن يبقى يكون في كذا سيبريتور موجود. تمام؟ سو بيقول لك اسيوم ان دوت حاجه بتسيبريت. تمام؟ اوكي. دكتور وصلنا احنا. هي مش باينه خالص. لا احسن. شكرا. الواي اوف الدبليو والاكس دي كده بتدل على ايه؟ فين الواي اوف الدبليو ديت؟ اللي هي في المينيمم واي اوف ان ديت؟ ديت اقل واي موجوده عندنا. واي مضروبة في اللي هو كانت الكلاسيفيكيشن اللي بيعمله الالجوريزم يعني. بيعبر عن ايرور صح؟ دوت اللي حابب تشوف بيه ان هو عمل بليس كلاسيفيكيشن ولا لا. لو لقينا الجزء ده بالنيجاتيف يبقى فيه مس كلاسيفيكيشن. لو لقيناه بالبوزيتيف يبقى كده بيكلاسيفاي صح. تمام؟ بس احنا هنا بنقول ان دوت بيسيبريت صح فيبقى كده دايما دوت هيبقى بوزيتيف. فيبقى عشان كده الرو اللي هو اقل واحد فيهم دايما هيبقى ايه؟ هيبقى بوزيتيف. تمام؟ حلو قوي. طيب مش احنا قلنا ان الرو دوت هو اقل واحد فيهم ودوت يعتبر واحد فيهم مش كده؟ يبقى دايما الرو هيبقى اقل من او بيساوي دوت مش كده؟ حلو. فيبقى ممكن نقوم مبدلين دوت ونحط رو ونقول ان الدبليو تي في دبليو ستار هي اكبر من او بتساوي دبليو تي ماينس 1 في دبليو ستار في رو زائد سوري زائد رو اقصد مش كده؟ حلو قوي. تخيلوا بقى معايا ان انا مسكت دوت وفكيته مره كمان، مش هيبقى عباره عن اكبر من او بيساوي دبليو تي ماينس 1 في دبليو ستار زائد رو برضو؟ مش انا لو فضلت امشي بقى كده هوت واحده واحده هفضل بضيف رو جديده حلو لغايه ما اوصل ان دوت بقى دبليو بزيرو مش كده؟ ودبليو بزيرو بيساوي زيرو، يبقى اخر ترم خالص عندنا دبليو زيرو هيبقى ايه؟ هيتمسح، وهبقى ضفت رو كام مره؟ تي مره. فيبقى كده عندي الدبليو تي في تي في دبليو ستار اكبر من او بيساوي تي في رو مش كده؟ حلو. انا مش شايف دي نعم؟ اولا مش شايف رقم منين دي اللي هو تي جت منين يعني؟ كنت ماشي
نعم ايه الرو هيت اقل رقم جالي من ايه من ان انا بضرب الواي في الدبليو ستار تي في الاكس ان تمام يعني مش دوت هو عباره عن رقم لو يبقى بوزيتيف معناه ان هو كلاسيفايد صح ولو هو نيجاتيف يبقى انا معناه هو مش كلاسيفايد صح فيبقى دوت بيقول بقى اقل رقم في الارقام ديت ودايما بيبقى ان الدبليو تي دوت سوري دبليو ستار دوت هو كلاسيفاير سليم فدايما الارقام دي تبقى ايه بوزيتيف اقل رقم من الاكس هو مش اقل رقم من الاكس اقل رقم من الاكزامبلز تمام تمام فاقل واحد فيهم دايما هيبقى بوزيتيف عشان هي دوت بيكلاسيفايهم صح مش كده فيبقى دايما دوت ايه الرو دوت اكبر من او هي اكبر من صفر يعني تمام حلو فهنا احنا كل الناس فاهمه وصلنا من ديت لديت ازاي انا عشان بس ليه ده اقل من الرو هو واي تو ماينس 1 اكس ترانسبوز دوت مش اقل من الرو ده اكبر من او بيساوي الرو مش الرو هي اقل واحده من دول وديت واحده منهم مش كده لا دي تي ماينس 1 مش ده اكزامبل تمام يعني اقصد ان ديت واحده من الاكزامبلز بتاعه التريننج داتا ودوت على كل تريننج داتا اه تمام فاكيد هو اقل بالظبط فبالتاكيد دوت اكبر ممكن يبقى بيساوي الرو او ممكن يبقى اكبر عشان ديت المينيمم فيهم تمام فيبقى معناها ان احنا ممكن نبدله برو ونحط هنا اكبر من او بيساوي بمعنى ايه الرو مش موجوده ماشي بس في نقطه مهمه تي دوت مش معناها مش رقم تريننج اكزامبل ده ايتريشن ايه الفرق انك انت بتلفي على الداتا كذا مره تمام والحاجات اللي هتبقى كلاسيفايد صح مش هتبقى داخله معايا في ايتريشن من ايتريشنز تمام بس فانا هنا بالنسبه لي دبليو تي ديت و دبل سوري الواي تي والاكس تي ديت او الاكس واي تي ماينس 1 والاكس تي ماينس 1 دول كلهم عباره عن ايه تريننج اكزامبلز تمام بس مش شرط ان هم مترتبين بالداتا ومش شرط ان انا بعدي على كل اكزامبل مره واحده هي رو دي يعني تاخد تريننج اكزامبل واحد بس يعني رو ديت هيبقى اقل واحد من القيم ديت مش شرط ايتريشنز من الاكزامبلز كلها بتاعه تريننج اكزامبلز تايتن لا من الميت اكزامبل تمام ملاحظه بس حاجه اقولها لك هنا الدبليو ستار ديت ما بتتعدلش معانا في الايتريشنز دي حاجه احنا مثبتينها على جنب اللي هي دي حاجه بالكلاسيفاي دنيا صح تمام فالرقم دوت هو مش بيتغير وانا عمال بغير في الدبليو تي تمام هي ده حاجه خلاص دي ثابته كمعلومه جيفن السيبريتور دوت والداتا اللي عندي كتريننج داتا تمام وهي نفس الحكايه هتلاحظوا برضو ان هنا مش داخل فيها الدبليو تي هو داخل فيها الدبليو ستار فالرقم دوت هيبقى اكبر من او بيساوي الرو بغض النظر عن في انهي تريننج اتريشن تمام ايه لسه مش هيبان في الاستفادات غير بعد شويه تمام المهم يعني الناس فاهمه وصلنا من ديت لديت ازاي حلو نعم مش هنا في عندنا الفانكشن بتاع ديت لما بنفك اللي هي WT بنعدلها هي عباره عن WT minus 1 زائد YT في XT سوري لو اقصد YT minus 1 في XT minus 1 فانا لما فكيتها وكمان عملت ترانسبوز عشان بعمل دوت برودكت فبقت بالشكل دوت ودوت هو واحده من اللي موجودين جوه المينيمم دول حلو دوت يعتبر تريننج اكزامبل ودمت مينيمم على كل تريننج اكزامبلز تمام وهنا نفس ال W star W star يبقى معناها ان دوت هيبقى اقل من او بيساوي دوت تمام فانا ممكن اقوم بدل دوت واحط مكانه هنا رو وهبدل هنا الساين بايه اكبر من او بيساوي مش كده حلو طيب
هو لو انا مسكت دوت ممكن اعمل فيه نفس الاستيب اللي انا عملتها ديت، فلا يحصل انه هيتبقى لي هنا اللي هو W ترانسبوز T minus 2 في W star زائد 2 رو، مش كده؟ وبعد كده بينزل يبقى T minus 3 زائد 3 رو، وهكذا لغاية ما وصل ان بقى عندي هنا ال W of 0 وهنا بقى عندي T في رو، مش كده؟ مش احنا كنا وصلنا للفورمولا ديت، ولو انا جيت طبقت نفس العمليه على تي ماينس 1 هتبقى تي ماينس 2، مش ده هيبقى منظرها؟ وديت برضو انا عارف ان هي اكبر من او بتساوي الرو، تمام؟ فيبقى كده انا عارف ان دوت اكبر من او بيساوي زائد الرو، تمام؟ اجي بقى اعوض دوت في اللي فوق، يبقى انا كده عندي اللي هي اكبر من او بتساوي يبقى هي اكبر من او بتساوي زائد 2 رو، مش كده؟ تمام. ولو فضلت اكمل هوصف ايه خالص ان هي تبقى عباره عن ايه، زائد تي رو، مش كده؟ والدبليو زيرو احنا قلنا هنشيل ان هي بكام؟ بصفر، مش كده؟ يبقى ممكن نشيل دوت ونبدله بصفر، مش كده؟ يبقى كده بقى لي ان دوت هو اكبر من او بيساوي التي فرو. فكده ده اول جزء عندي من دي الاثبات، تمام؟ حد عنده مشكله لغايه هنا؟ هنا؟ ديت؟ نعم؟ لا مفيش اهوت، ما هو الترم دوت نزل زي ما هو ودوت اكبر من او بيساوي الرو، رو كمان بالظبط. الجزء اللي قبليه اتقلب ان هو بقى دبليو زيرو في دبليو ستار، مش كده؟ والدبليو زيرو بكام؟ بزيرو، فطار، تمام. بس فتبقى لي الجزء دوت. حد عنده سؤال لغايه هنا؟ طيب سيبنا بقى من اللي احنا عملناه في السلايد ديت عشان نتكلم بقى عن النص التاني من الاثبات اللي هنضمه مع الجزء اللي احنا عملناه دوت. تعال نبتدي تاني على البتاع من الاول اللي هو الفورمولا ديت. حد فاكرها؟ دي بتاعه الابديت، مش كده؟ حلو. عايز اجيب الماجنيتيود سكوير بتاع ال دبليو تي. فماجنيتيود سكوير هو عباره عن ايه؟ هعمل هنا ماجنيتيود سكوير يبقى هنا برضو ماجنيتيود سكوير، مش كده؟ حلو. تعالوا بقى نفك ديت، هتبقى عباره عن ايه لما نيجي نفكها بالكوادراتيك رول؟ هتبقى عباره عن ال دبليو تي ماينس 1 سكويرد زائد الاكس في تي ماينس 1 سكويرد، والواي طبعا احنا قلنا لما بنعمل لها سكويرنج بتطير، مش كده؟ عشان هي بوزيتيف 1 ونيجاتيف 1، مش كده؟ حد عنده اعتراض لغايه هنا؟ اللي بتبقى لنا بقى ايه؟ هو الترم دوت اللي هو عباره عن 2 في واي تي ماينس 1 في ال دبليو ترانسبوز تي ماينس 1 في اكس تي ماينس 1، مش كده؟ تمام؟ ده اللي هي الفكه بتاعت A بلس B كله سكويرد، يبقى عباره عن A سكوير زائد B سكوير زائد 2AB، مش كده؟ تمام؟ بس هنا عشان فيكتورز فبنعمل ترانسبوز هنا، عشان كده بنعمل دوت برودكت يعني. هو انا مش فاهم احنا ليه بنعمل ترانسبوز؟ دي برضه مش متخيل يعني ليه فكره ان انا اقلب الفيكتور؟ يعني هل مثلا عشان ابدا منشن طبيعي مختلف مثلا؟ مش احنا بنقول ان هو عباره عن W 2 مثلا
x2 زائد w1 x1 زائد w0 x0 مش كده؟ مش دوت هو عبارة عن مش هو كده؟ يبقى دوت هو عبارة عن ايه؟ بس ديت هي ديت تمام؟ حلو. طيب السؤال بقى المهم، مش احنا لما بنيجي نابديت ال WT بالطريقه ديت ده نتيجه ان كان حصل مس كلاسيفيكيشن؟ فمعناها ان كان اللي هم الاكزامبل اللي هو XT-1 YT-1 ده كان حاجه مس كلاسيفايد مش كده؟ وقلنا ان حاجه مس كلاسيفايد معناها ان احنا لما بنيجي نضرب الواي في اللي هو عباره عن ال W ترانسبوز في الاكس بيبقى اقل من او بيساوي صفر. تمام؟ يبقى احنا كده عارفين ان الترم دوت اقل من او بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. تمام؟ يبقى احنا كده ممكن نكتبها بانه دوت هو هيبقى اقل من او بيساوي دوت، مش كده؟ حلو. فعندنا الشكل دوت. حد عنده اعتراض لغايه هنا؟ هو مش ده لو هي مش كلاسيفايد؟ انا عارف ان هي مش كلاسيفايد عشان انا عملت ابديت، ما كنتش هعمل ابديت لو هي مش مس كلاسيفايد. مش هي عندي الالجوريزم بتاع البرسبترون بيعمل ابديت على مس كلاسيفايد بس؟ فبالتاكيد لما انا عملت ابديت لل W يبقى عشان دوت كان مس كلاسيفايد مش كده؟ بالظبط. نعم؟ ليه اقل من صفر؟ مش احنا بنقول دايما ان احنا بنعمل ابديت عشان دومت مس كلاسيفايد؟ واحنا قلنا بنعرف منين ان هو مس كلاسيفايد؟ ان احنا بنحسب الجزء دوت، سيبك من التو، وبنلاقي ان الجزء دوت اقل من او بيساوي صفر مش كده؟ حلو؟ فيبقى عارفين ان الجزء دوت اقل من او بيساوي صفر. ما عشان هو مش هنعمل ابديت غير عشان هو مس كلاسيفايد، فاحنا عارفين كده كده ان هو مس كلاسيفايد اساسا. تمام؟ حلو. يبقى عندنا هنا ال W T squared اقل من او بيساوي ال W T minus 1 squared زائد الايه؟ ال X of T minus 1 squared مش كده؟ دوت الماجنتيود بتاع واحدة من الاكزامبلز مش كده؟ دوت بالتأكيد اقل من او بيساوي ال R اللي هي اكبر ايه؟ او R squared اقصد اللي هي اكبر ماجنتيود. يبقى ممكن اقوم بدل دوت وكاتب هنا مكانه ايه؟ R squared مش كده؟ نعم؟ مش احنا سيبك من هنا، ركزي هنا الاول. لو انا جيت عند كل واحد فيهم جبت الماجنتيود بتاعه وقلت اكبر ماجنتيود هسميه ار. حلو؟ يبقى كل الاكزامبلز بتاعتي الماجنتيود بتاعتها يا اقل من يا بتساوي ايه؟ يا بتساوي ار. وده بالتاكيد واحده من الاكزامبلز مش كده؟ فبالتاكيد دوت هو كمان اقل من او بيساوي ايه؟ ار. يبقى لو انا شلت دوت وحطيت ار هتفضل برضو نفس الايه؟ الانيكواليتي دي متحققه ان دبليو تي سكويرد اقل من او بتساوي الدبليو تي ماينس 1 سكويرد زائد ار سكويرد مش كده؟ حد عنده اعتراض لغايه هنا؟ اه يعني ديت اقل من او بتساوي الار ودوت اقل من او بيساوي دوت، يعني لو بدلت ده وحطيت الار يبقى دوت لسه برضو اقل من او بتساوي الايه؟ دوت زائد الار سكوير مش كده؟ حلو. طيب دوت للتحويله من تي لتي ماينس 1. لو مسكنا بقى من تي ماينس 1 لتي ماينس 2 هيضاف لنا ار سكوير كمان مش كده؟ وار سكوير كمان وار سكوير كمان لغايه ما هنوصل ان احنا وصلنا لايه؟ للدبليو تي اوف سوري الدبليو اوف 0 مش كده؟ ودبليو اوف 0 قلنا ان هي قيمتها ايه؟ صفر. فممكن نشيلها ويتبقى لي كده ان دبليو اوف تي سكوير ده اقل من او بتساوي الايه؟ ال T في R squared. تمام؟ حد عنده اعتراض لغاية هنا؟ طيب تعالوا بقى نمسك اللي احنا اثبتناه في السلايد اللي فاتت مع اللي احنا اثبتناه في السلايد دوت وندمجهم مع بعض. فايه اللي بقى هيحصل؟ اولا تعالوا كده بس نلاحظ ملحوظة صغنطوطة قوي. لما انا بعمل دوت برودكت ما بين دو فيكتورز، مش هو عبارة عن الماجنتيود بتاع أول فيكتور زائد الماجنتيود بتاع تاني فيكتور في كوساين الزاوية ما بينهم؟ نعم؟
مش الدوت الدوت برودكت ما بين تو فيكتورز مضروب. ايوه مضروب. اه يعني دوت مضروب في الماجنيتيود بتاع دوت مضروب في الماجنيتيود بتاع دوت في كوساين الزاويه. حلو تمام قوي. فيبقى معناها ان الدوت برودكت هو عباره عن طول دوت في طول دوت في كوساين مش كده؟ حلو. والكوساين بيبقى رقم ما بين ايه؟ سالب واحد وواحد. حلو. يبقى لو انا جيت قسمت عليه في الناحيتين هيبقى الرقم دوت كماجنيتيود. انا هنا بتكلم دايما في البوزيتيف دومين عندي عشان هنا دومت الاثنين بوزيتيف تمام، لازم هيبقى اكبر من او بيساوي دوت مش كده؟ لو في حاله النيجاتيف مش ازمه يعني دوت كده كده جزء دوت بوزيتيف والجزء دوت لو نيجاتيف برضه انا لسه اكبر من او بيساويه. نعم افكر فيها. مش دوت ماجنيتيودز وماجنيتيودز عمرها بتبقى نيجاتيف فيبقى الجزء دوت بوزيتيف والجزء دوت ممكن يبقى نيجاتيف او بوزيتيف بس مش فارق. انا يهمني لو هو نيجاتيف كده كده انا اكبر منه مش كده، بس لو هو بوزيتيف عمره ما هيبقى اكبر مني، لان لو هو بوزيتيف يبقى انا ايه معناها ان هنا كان في مثلا اين يكن نيجاتيف وتيارات نيجاتيف او الاثنين كانوا بوزيتيف. بس مهم ان الكوساين هيبقى رقم في الحاله ديت تاثيره من سالب إيه من صفر لواحد يعني تمام. فلما هنا هيجي على دوت هيكبره بس لما اجي اقسم عليه ممكن يعدي. لا مش هيعدي. يا راسه تفكر فيها كالاتي. فراكشن مثلا لو هو رقم صغير 0.5 وانا قسمت على 0.5 لو انا عندي تعالى نمسح لو انا عندي ايه بتساوي بي تمام، وقمت انا جيت قسمت كده اهوت تمام. طنش دلوقتي الحاله بتاعت النيجاتيف تمام، لان احنا هنحط هنا زي ما احنا عاملين هنا اهوت ان هو رقم دايما بوزيتيف اللي هو الايه يعني تمام. وتعالى نمسك هنا لو احنا بنقول ان الجزء دوت بوزيتيف تمام، فالرقم دوت دايما هيبقى في الرينج ما بين صفر الى واحد مش كده تمام. فما دام هو في الرينج ما بين صفر الى واحد يبقى بالتاكيد لما اقسم عليه النتيجه في الاخر هتبقى بتكبر بس مش كده. فهيبقى اكتر حاجه ان هو ممكن يبقى ايه عمره ما هيبقى اقل من البي. يعني لو هي بواحد هيبقى دوت بيساوي البي. طب لو هي بنص هيبقى 2 بي يبقى برضه لسه اكبر من البي. طب لو هو 0.0001 هيبقى مش عارف 1000 في بي يبقى برضه اكبر من البي تمام. فيبقى دوت معناها ان عندنا ايه ايه اكبر من او بيساوي البي اسيومنج دايما ان الايه الايه دوت حاجه بوزيتيف تمام. اه بالظبط تمام. عفوا مهم بقى بعد ما مسكت دوت وحسبته كده اهوت تعالوا بقى نعمل الاتي. فاكرين ديت اللي جبناها في السلايده اللي فاتت اللي قبل مش اللي فاتت اللي قبلها تمام، وانا ان هي عباره عن ايه دبليو ترانسبوز تي في دبليو ستار اكبر من او بتساوي 2 فرو مش كده. حلو. فهنا بقى عندنا ايه لو احنا مسكناها وعملنا لهم ماجنتيود للتو سايدز تمام، فهنا الماجنتيود هيبقى عباره عن الماجنتيود بتاع ال W T في ال رو T في الكوساين تمام اللي هو اكبر من دوت مش كده، ودوت اللي هو اكبر من او بتساوي T رو مش كده. حلو. فيبقى معناها ان الماجنتيودز دومت مضروبين في بعض اكبر من ال T في رو مش كده. حلو. بالاضافه الى ان احنا كنا خدنا من ستيب بتاعت السلايد اللي فاتت ان W تي سكوير اقل من او بتساوي تي في ار سكوير، فاحنا لو نعمل سكوير روت للطرفين هيبقى متبقي لي المنظر دوت مش كده. تعالوا بقى نبدل نعمل سبستيتيوشن
مع بعضيهم. تمام؟ فكده لما هنسبستيتيوت هيتبقى لي المنظر دوت في الاخر. تمام؟ يعني انا عملت سبستيتيوشن للجزء دوت، دوت اقل من دوت، فانا ممكن اقوم شايله من هنا واقوم حاطط الايه التي سكوير في رو، مش كده؟ سوري سكوير روت تي في رو في ار اقصد. بعد كده هشيل السكوير روت تي مع واحده من التي، يعني هشيلها مع هناك، فيتبقى لي سكوير روت تي في رو، وهنا هيتبقى لي ار. تمام؟ حلو. طيب وامسك بعد كده الرو ديت اوديها هنا، يبقى عندي التي كسكوير روت اقل من ايه الدبليو ستار ماجنتيود ار على رو، مش كده؟ اعمل سكوير للطرفين هيتبقى لي المنظر دوت. تمام؟ طب احنا كده وصلنا، ايه معنى الكلام دوت؟ معنى الكلام دوت بيقول ان في ابر باوند على التي، مش كده؟ معناها ان دايما هنوصل ما دام في عندنا باوندري، وكنا ضامنين دايما ان الرقم دوت هيبقى اكبر من الصفر. تمام؟ ودوت برضو كده كده لازم الماجنتيود، اقل ماجنتيود هيبقى اكبر من او بيساوي الواحد كده كده، عشان دايما عندنا الاكس نود بواحد. فالنتيجه في الاخر خالص ان الكلام دوت هيبقى ايه؟ هيبقى عندنا باوندلي. تمام؟ او اكشلي دوت ما يهمناش ان هو صفر ولا لا، بس مش دي النقطه. المهم يعني ان احنا دوت ما بيبقاش عمره بصفر. فكده احنا ضامنين ان التي دايما ليها ابر باوند يعني. حد عنده اعتراض لغايه هنا؟ معلش ممكن بس من الاول اجيب لنا الماجنتيود على الدبليو ستار ار تقريبا فين؟ انهي حته؟ هنا؟ تحتها؟ انا كل اللي عملته ايه؟ مسكت دوت وعوضته بدوت. تمام؟ فتخيل معايا كالاتي. انا عارف ان هو ايه؟ لو انا جبت ضربته في اللي هو الدبليو ستار ديت يبقى اقل من او بيساوي سكوير روت تي ار في دبليو ستار بالشكل دوت. حلو؟ فدوت اقل من دوت ودوت اكبر من دوت، مش كده؟ يبقى كل اقدر اقول ايه؟ مش ممكن اقول الكلام دوت؟ حلو؟ طيب تعالى بقى ناخد دوت لهنا ونودي دوت هنا. عندك اعتراض لغايه هنا؟ اعمل سكويرنج للطرفين هيوصل لي لايه؟ بس ما دام انا عارف ان هو ليه ابر باوند يبقى دايما هيكونفرج. تمام؟ بس ده اثبات ان احنا في عندنا ابر باوند ودايما هنكونفرج. بس سؤال، هل نعرف نحسبه؟ اصل هي في نقطه، احنا عشان نحسبه محتاجين نجيب الايه؟ باوندري بتسيبريت. لو احنا عندنا باوند بتسيبريت محتاجين الالجوريزم من اساسه؟ لا. فهو بس ديت حاجه بتطمننا ان احنا عارفين الالجوريزم هيوصل. تمام؟ وطبعا زي ما احنا ملاحظين الاثبات جزء منه لان بيعتمد ان احنا عارفين ان في سيبريتور. لو احنا داتا مش سيبرابل يبقى مش شرط انه يبقى ايه؟ ان هيوصل. تمام؟ او اكشلي لو هي داتا مش سيبرابل مش هيوصل من اساسه، بس يعني مش دي النقطه. تمام؟ مش شرط، بس لا هو مش هيوصل. حد عنده سؤال لغايه هنا؟ طيب وطبعا زي ما احنا قلنا ان الدبليو ستار ديت هو ده اي لينير سيبريتور. تمام؟ بس احنا ما نعرفوش، وكمان ما قلناش ان احنا لازم هنكونفرج ليه. يعني انت لو عندنا الداتا ادي داتا وادي داتا، فممكن يبقى في كذا سيبريتور يوزع ما بينهم. تمام؟ فاحنا الاثبات بتاعنا مش بيعتمد ان احنا دايما هنوصل للدبليو ستار في الاخر، بس بيأسيوم ان احنا ايه؟ ان احنا هنوصل فيها خالص لواحده من السيبريتورز الممكنه. تمام؟ يعني في كذا دبليو ستار بالظبط. تمام؟ أو ممكن يبقى في واحده بس او ممكن يكون في اكتر. تمام؟ أسيومينج ان هي سيبرابل. هو خلي بالك ان ده هيجيب لك الابر باوند.
مش معناها انك انت هتحتاج توصل قريب منه. هو مش بيجيب لك ابروكسيميتلي، هو بيقول لك ان عمرك ما هتزيد عنه. بس انت ممكن تجرب الالجوريزم يخلص بدون اي اتريشن، بعد ما لف اول لفه يكتشف ان هو السبريتور اللي حطه بالصدفه في الاول اللي هو كان زيرو دوت كان سليم اساسا، خلاص يبقى مش محتاج يسبريت حاجه. تمام؟ فانت ممكن هو مش بيستيميت، هو بيحط لك ابر باوند، وطبعا بناء على الدبليو ستار بتاعتك ديت هيبقى في اختلاف بقى في الابر باوند ده يبقى ايه، تايت قد ايه او مش تايت قد ايه. تمام؟ بس انا عارف اول ان في ابر باوند، بس ممكن الابر باوند ده اصلا يبقى يعني كالكوليشن صعب قوي. بس احنا ما يهمناش نحسبه، احنا كل هدف الالجو مش كالكوليشن احسب الابر باوند، يعني الرقم نفسه الفاليو بتاعته كبيره جدا. ممكن واقعد اترين الموديل لغايه لما يوصل للابر باوند ده. ما هي بص، هي كده كده الالجوريزم دوت مش هتلاقيه بيستخدموه على حاجات كومبلكس قوي. تمام؟ ده غير ان هو اساسا نادرا ما بيستخدموه، لان هو زي ما قلت لك هو بيجي الكيس ان داتا لينيرلي سيبربل. تمام؟ ان براكتس دي مش يعني دي نادره الى حد ما، عاده الداتا بيبقى فيه معها نويز كمان بيسبب لك مشاكل. تمام؟ تمام. لا انا بتكلم ان هو مش بيديني انتويشن باوند قريب ولا بعيد، هو بيقول لي في باوند. طب ممكن ده بعيد جدا فنقعد اترين كتير قوي هو على امل ان في باوند هوصل له في الاخر، يعني كان ده تنسو انفينيتي. انا فاهم تقصد ايه، تقصد ان هو انت مش عارف ان الباوند دوت قد ايه، ممكن يبقى الباوند دوت مليون مليار. مش مشكله، هو كان هدف الاثبات نفسه ان هو يثبت ان في باوند، احنا هنكونفرج ايفينشولي. امتى بقى ما يهمناش، يعني عادي ممكن فعلا الالجوريزم بتاعك يبقى بسبب ان البوينتس كتيره جدا ياخد وقت كتير قوي، عادي. تمام؟ هنشوف الكلام دوت اكتر في الايه، في الاساينمنت هنبقى بنجرب حاجات مختلفه ونشوف الديستريبيوشن هيبقى عامل ازاي. هنلاحظ ان هو في منهم شويه بيخلصوا بسرعه، في شويه بياخدوا وقت كتير، نفس الداتا بس اختلاف الانشاليزيشن. هي الروكه بتساوي مينيمم ان واي اوف ان في الدبليو ستار في الاكس ان اللي هو ايه هنا؟ الرو دوت اقل، اقل حاجه فيهم على الاكشوال على على سيبريتور فعلا. انا اقصد ان ممكن لو الدبليو ستار بتساوي نيجاتيف لا، ما في نقطه احنا هنا بنقسم ان دوت سيبريتور فعلا بيقسم الداتا صح، فدايما ديت هيبقى بوزيتيف. يعني اصل اللي يمنع ان الدبليو ستار يبقى نيجاتيف اكس ان، نعم اللي يمنع ان الدبليو ستار يبقى نيجاتيف اكس ان، ان هو وقتها مش هيبقى سيبريتور صح. احنا هنا كل دوت مدينا على الاسامبشن ان دوت سيبريتور سليم فعلا، بيسبريتور ده سليم. تمام؟ طيب تعالوا بقى نمسك ديت. حد كده يقدر يجيب لي سيبريتور بيقسم الداتا ديت؟ نعم؟ لا مش لينيري سيبريبل. لا مش لينيري سيبريبل، تمام؟ ده لو حطيناه مع البرسبترون هيخلص؟ بالظبط، تمام؟ فبرسبترون يعني كاستخدامات هو ليميتد قوي. تمام؟ حتى عنده فكره ممكن نحل حاجه زي كده نخليها تشتغل بالبرسبترون ازاي؟ نعم؟ فور كلاسز ممكن. تمام؟ هو اوبشن. هو ده اقرب لفكره اللي زميلك كان بيقول ان احنا بنقسم بنحط كلاسز اكتر. تمام؟ فهو كانه حط كلاسز زياده. تمام؟ وبعد كده بدا ايه يفصل. بس الفكره كلها ان احنا لو عارفين نقسمهم بالطريقه ديت كانت الدنيا هتبقى ايه موضوع ابسط. يعني هو الفكره كلها ان زميلكم مثلا قال هنعتبر دوت كلاس ودوت كلاس ودوت كلاس ودوت كلاس. تمام؟ لو احنا عندنا الداتا بسهوله ان احنا نعرف نشوفهم كده ونقسمهم هتبقى الدنيا اسهل بكتير بالنسبه لنا ان احنا نختار لها ايه الجوريزم المناسب ليها. تمام؟ ممكن نرفع دايمنشن حاجات منهم. تمام؟ ده كده مش هيبقى ليه علاقه بان انا نعم؟ يعني هو اقصد هو مثلا زميلكم مثلا فكرتها ايه؟ مثلا هيجي مثلا هنا اضيف دايمنشن جديد عباره عن ان هو هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن السكوير بتاع المسافه ما بينه وما بين الخط في النص، فدمت ودمت هيرفعه لفوق. تمام؟ فيبقى وقتها في سيبريتور جاي في النص. بالظبط، كان اضاف دايمنشن جديد. تمام؟ والدايمنشن دوت هو عباره عن فانكشن في الدايمنشنز اللي موجوده عندنا. تمام؟ في حد ممكن يعمل حركه تانية؟ يمسك الكلام دوت ويقلبه راديال مثلا. تمام؟ تمام؟ سبيس تانية بالظبط، فكره انا دخلت في سبيس تانية مثلا. حلو؟
وقتها انا ممكن احاول ايه اجيب سيبريتور بطريقه ما يبقى ماشي معاه. يعني اقصد ايه الموضوع بيبقى ليها حلولها يعني تريكات بتاعتها. نشوف الكلام دوت اكتر قدام لما ندخل في موضوع الكرنلايزد سبورت فيكتور ماشينز. طيب فده السمري اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده. اتكلمنا على ايه ماشين ليرنينج بارادايمز المختلفه, اتكلمنا على ليرنينج سيت اب بشكل عام, شفنا اكزامبل لواحده من الليرنينج الجوريزمز اللي هو بيرسبتور ليرنينج الجوريزم, واثبتنا ان البيرسبتور دوت بيكونفرج اسيومينج ان الداتا ايه لينيرلي سيبربل. تمام, حد عنده سؤال لغايه هنا؟ انا كان انت انا مش احنا في الحل بتاع ان انا ارفع الدايمنشنال بتاعت الداتا, فانا لو رفعت الدايمنشنال بتاعت الداتا انا كده هخش في السي دي هحاول اللينير بلين يعني احسن ما اقوله بالظبط. نعم ممكن يبقى ما فيش على حسب انا الدايمنشن زياده اللي ضفته دوت عباره عن فانكشن ايه في الدايمنشنز اللي كانت موجوده. ازاي هتشك هي لينير سيبربل؟ ما اعرفش, ما انا لو رفعتها 3 دي وما بقتش لينير سيبربل مش عارف اشوفها خالص. هي في نقطه لو انت شايف الداتا قدامك ممكن تعرف توصل للكلام دوت. حلو حلو إيه هو لا 3 دي تعرف تفيجوالايزو يعني مش صعب. انا اخر 3 دي يعني لا لا اقصد مش على كده, اقصد ان عاده لو انت هتجرب بقى حاجه اكبر من كده بتبقى فيها نوع من انواع الترايل اند ايرور. هل لو انت عندك معلومه عن البروبلم تخليك متقتنع انه ممكن الدايمنشن زي دوت يفيد. تمام, يعني ممكن مثلا حد فور اكزامبل يبقى عارف مثلا ان التول مثلا بتاع مجموعه فيتشرز مع بعض لو عملت لهم ماجنيتيود, الماجنيتيود دوت ليه معلومه مفيده خاصه بالبروبلم, فوقتها ممكن لو ضفته يحسن لي الدنيا. تمام, فهي الفكره كلها ان هو ممكن تلاقي نفسك بتجيب كومباينيشنز او فيتشر زياده عباره عن فانكشن في الفيتشرز اللي موجوده عندك تساعدك تحل المشكله. تمام, هو اكشوالي ده اللي كانوا بيعملوه زمان على موضوع الفيتشر انجينيرنج. فكره انك انت عندك الداتا ولو انت اشتغلت عليها بشكل عام زي ما هي كده هي تبقى عمليه صعبه, بس لو انت بتجيب فيتشرز معبره فانكشن من الفيتشرز اللي موجوده ديت هتعرف تشتغل عليها تبقى احسن. تمام, وتعرف تجيب الجوريزم بيعرف يشتغل بايه. انا مثلا لما اعرف حاجه لينير بلانر مثلا سواء كان سي دي او اي حاجه سواء هيبقى لينير في الاخر يقدر يدخل على بالظبط. طيب تعالوا بقى ناخد الاتندنتس. كده خلاص.